افريقي المدرب، هل أن القائمة بتاع المدربين بقيت على حالها أم هناك تطورات أخرى وأسماء أخرى التحقت بالقائمة؟ لا هي نفس المجموعة طبعا. قلنا احنا فما الاختيار لازم يكون مدروس، لأنه تعرف قلنا ثلاثة ماتشوات بدون مدرب، ولكن الحمد لله نعتبر لديهم فما تحسن شوية، قاعدة بعض المصابين بدأوا يرجعوا واحدة واحدة. خيرنا كونه نتريثوا مع آخر يوم في بعد الجولة الأخيرة، فما 5 أيام أو أسبوع راحة عنا وقت يرجعوا الأولاد من راحة، يدخلوا في معسكر واستاج مع المدرب الجديد اللي هو اسم من ثلاثة. أكيد أنا ديما ما خاطر نتبع في الكلمات والإشاعات واللي تقال، ما عندناش حتى إشكالية في خاطر المدربين ما يوصل يجي لتونس ونقعد ونحكي معاه إلا ما نساهموا في اللي كونديسيون الكل، معناها ماليا وتعاقديا واضحة. بعد يبقى اللقاء وتقريره على النادي ويتبع ويشوف الماتشوات ويجي يقول شنو برنامجه، اللي نلقاه برنامجه واقعي وقابل كونه يتحقق نمشي معاه، واللي نلقاه يقول لك كيفاش تختار هذا كيف فما السي في كمرحله اولى، فما لي كونديسيون نتاع التعاقد كمرحله ثانيه، المرحله الثالثه هو تقييم ليه وجوده حضوره رؤيته الكونتاكت ديريكت، هذاك هو الكل داخل في عمليه الاختيار. اليوم عندنا ثلاثه موجودين الأكيد، معناها في خلال يوم عطيهم، نعطينا الأسامي سي سليم، عطينا الأسامي. عندك السرب ميلوفان وعندك كرول وعندك برتران مارشان، هذم هما الثلاثة. فهمتني، ما نجمش أنا نقول شكون أحسن واحد فيهم، ما تجيش على خاطر وتعرف المدربين ما يقولكش أنا حطيتني سكور وحطيتني، لا قاعدين نشوفوا احنا تكلمنا مع الناس الكل، أكيد من هنا الغدوة ناخذوا قرار واضح ونختاروا المدرب الانسب للنادي الافريقي في المرحله هذه. ونحب ناكد كونه راهو زاد عندنا شروط احنا على المدرب، كونه العقد باش يكون عقد اهداف، عقد اهداف فيه مده من هنا، خاطر احنا يلزمنا ندخلوا ليبول الساعه، معناها فما سي موا، خاطر انت بالواقع باللوجيك تخيل احنا لا قدر الله ما ندخلوش ليبول، معناها المدرب هذا باش يمشي في جوان، ما عندك ما تعمل به. واضح هذا علاش العقد نتاعنا عقد اهداف، والمده فما مش يكون عقد بسنتين، اكيد مش يكون 6 شهور ومن بعد عام ونص، هكاك الحسبه حسبناها والناس قابله للكلام هذا. هو بس سليم قبل ما نختم معاك لازم على الاقل نطرح سؤال يطرحه الغالبيه العظمى لجماهير الافريقي، موضوع الانتدابات. هل هناك على طاويل سليم الرياحي بعض اللاعبين وبعض الاسماء اللي ينوي الافريقي انتدابهم في فتره الميركاتو؟ اكيد انا تو ما نجمش نعطي حتى اسم، خاطر ما فماش حتى شيء تم مازلنا ما صححناش كونترا. فما اسماء من هنا لنهارين اخرين ثلاثه تتصفى العمليه قبل ما يتسكر الميركاتو، مازال عندنا حتى 16، مازال عندنا شويه وقت. طبعا ما احنا متفاهم صارت لنا اشكاليه، راهو مش كنا واضحين كونه احنا كنا نبحثوا على دعم لاكس نتاعنا، معناها حتى مع الـ مع الـ مع المدربين، يعني خلينا نقول المدربين اللي قداش مدرب، معناها شوف الحظ احنا في الصيف كي حبينا نبدلوا مدرب ما لقينا حتى حد. وتوا كي جات كي حبينا نبدلوا مدرب ما الليستة طويلة، راهو الليستة انا كان خلينا بالواحد ما الكل القائمة طويلة وعريضة. والناس الكل اللي تكلمنا معاها تتفاصل، حتى اللي شاف ليكيب والناس اللي موجودة والاستشاريين اللي معانا، كونه الكلوب ما تحتاجش حاجه كبيره، ولكن مع الضرب اللي صار والاصابات اليوم لقينا رواحنا، خاصه المكان اللي كنا احنا مطمئنين به وعندنا توزار اليوم قاعدين نفكروا في اتاكون، وجات في وقت ضيق قاعدين نشوفوها. بيان سور عندنا فرصه في جوان، اما على الاقل الافكتيف اللي عندنا هذا اذا نحبوا ندعموه باش ندخلوا ليبول مرتاحين، هذا هو معناها فما في اللاكس فما في الوسط وفما القدام، وعلى الاقل يلزمنا اونتر دو اي تروا توا في المرحلة هذه، ومش نخليه مكان في القائمة الإفريقية، باش نخليه على الأقل 4 بلايص فارغين للريكروتمون تاع الصيف الجاي اللي إن شاء الله نكملوا للشامبيونز.
أكيد جمهور أفريقي سينتظر هذه الانتدابات، سينتظر مستقبل الفريق، خاصة بعد ما لوحت بالاستقالة في وقت من الأوقات. ناس كل ربما من الجمهور الأفريقي تسأل هل أنه سيد سليم الرياحي سيواصل تسير الفريق وقيادة الفريق أم سيتشبث بالموعد، ولو أني نعرف برشا رؤساء جمعيات قالوا مثل هذه التصريحات بناء على ردود أفعال غاضبة في ظروف معينة. لا لا انا ما عنديش ردود افعال غاضبة، انا هذيك نقطة القوة نتاعك اللي يعني تسليم انت تنجم تمشي تو من الافريقي اليوم قاعد تفكر على روح قاعد تقوم بالانتدابات قاعد تحضر قاعد، هل انه بالساهل بالجمهور الافريقي باش يتنازل او يسمح لرئيس وانه يغادر في ظل هذا الوضع الصعب اللي تمر به الجمعيات في تونس؟ شوف انا ما نمشيش انا بالنسبه لي انا من المستقبل قدامي وسمعتي قدامي، ما نجمش نمشي من الكلوب ونخلي الكلوب في وضع مش باهي، خاطر احنا وصلنا عملنا مشروع ونجح السنه لعدد معطيات. البدايه كانت خايبه وهذه عادي، امام رولاشمون من الملاعبيه، بريباراسيون ما كانتش في المستوى، الضرب بدا من ماي، اصابات بدات وقعدت تتوالى، ظلم من الجامعه وتلمدت على بعضها، لا غالب تلمدت ومعناها بخت الحظ مش معانا، الناس كل تضرب فينا من شيره، هذا كان هو اللي قلقنا. ولكن احنا جمعيتنا هذه راه ما نسلموش نوع تكون رئيس مش رئيس، راني ما عادش هذه عمليه. والناس انا اللي قلقني كيفاش الناس تستغرب، يقول لك كيفاش انتدابات وخدمه واحد وهو مش يخرج، يا اخي شنو اللي مش يخرج يسيبها يلوحها ويخليها كيف؟ ما عنديش انا ما فيش، يا اخي مش نخرج للكلوب، وكان خرجت غدوه ماني مش نقعد في الشارع ومش نقعد نتكلم مع الناس ومش نقعد موجود ومن بعد تقعد في وجهي، لا انا نخدم لاخر يوم، وانا كي انا قلت نحب نخرج خاطر ما لقيتش شكون يعاون، والجمهور يعيط ويشكي والناس تعمل في المشاكل من خارج النادي، قلت لهم يجوا يتحملوا مسؤوليه خويا، معنا ما حبش حتى حد، معناها المسؤوليه على كتفنا وحدنا، ومن بعد يبداو اقل مشكله يبداو تبدا الناس كل تهني فيه، بيجي وخدموا معانا، هذا هو السبب، ولكن من داخل افريقيا ومن خارجها راني موجود انا. واضح. اذا كلمه اخيره لجمهور افريقيا ونداء ومساج لجماهير الافريق العريض. انا الجماهير نقول لها راهو اصبروا تبعوا، فما جمعيات برا الوضعيه اللي احنا الجمعيات الكبيره الكل تبدل في ممرنين، وكي تشوفوا توا فما جمعيات خذت بطولات العام اللي فات واليوم في ترتيب 15 16، عادي ما تتاثروش بالكلمات، ما تتاثروش بالمجموعات الملتصقه اللي مندسين في النادي، والا من المجموعات اللي من خارج النادي، سواء كانت اطراف رياضيه او الله غالب انا جيت رئيس حزب فما سياسيه زاد الحكي، نجمش انا نتسلى السياسه، هذيك حاجه هذيك هي الحاجه اللي جيت على اساسها لتونس، كوني عندي رؤيه، عندي توجه، نحب نعمل، نحب نخدم بلادي كامله، ما نجمش الله غالب. هذاك هو الوضع اللي احنا فيه، لازم نتعاملوا مع الظروف، ولكن راهي النيه طيبه والنيه صافيه، وانا الكلوب في عيني، معناها ما فماش ما نجمش حاجه من حاجه مني، وما والمجهود اللي نعمله فيه راهو كبير، وما تسمعوش الكلمات نتاع الانتوراج، واحد بصراحه معناها انا اللي يعرف طبيعتي وشخصيتي ما يدبر عليه حتى حد، نسمع انا نقوم باستشارات، اما هذا وهذاك يدبر عليه، فما ناس حطت ناس في الواجهه مش تتعارك معاها لانه ما تنجمش تواجهني انا، هذا صحيح. ماذا بيا اللي عنده مشكله في الكلوب يجي يواجهني انا اللي ناخذ القرارات بدون استشارة، هل يسميوا فيهم هذوما اللي يحكيوا عليهم ناس يحبوا الكلوب ويخدموا، ما ان شاء الله ان شاء الله يسلكوها الارواح.